Thank you.
باركين على جميع الشباب كبار صغار اي واحد انه يمشي للعمل الجمعوي حيت لذه العطاء هي احلى بكثير من لذه الاخذ. احسن حاجه يقدر يديرها الانسان في حياته هي يتقاسم واحد كسره خبز مع واحد ما فحالوش ويدير الخير في الدنيا حيت حنا في اخر المطاف ما غادي ندوهاش غير كيما كنقولوا.